مشاهدينا الحلوين الطعمين، اهلا وسهلا بكم في حلقتنا وجزئنا الثاني اللي لسه مكمل. رحلتنا لسه مكمله. احب افكركم مين معانا من امبارح. معانا من امبارح الاستاذ يوسف وادهم ومامته حبيبه وباباه احمد، ومعانا الاستاذه إيلاريا وصاحبتها رغد ومامه إيلاريا الاستاذه ماريانا وكمان باباها عماد. لسه مكملين لعب وحركات وتنطيط وحكايات وطبخ كمان. بس قبل ما نبدا اي حاجه تعالوا نفتكر حصل ايه امبارح ونرجع تاني على طول. مشاهدينا الحلوين الطعمين، اهلا وسهلا بيكم في رحله جديده من رحلاتنا السعيده. جو لا 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 انت منين؟ اليمن. رحلتنا النهارده هنتعرف فيها على تامر وهو الفار. اضرب يا ابني اضرب، برافو. الله يا ادهم الله. لعبه من العاب بابا وماما لسه مكمله معانا لحد دلوقتي وكلنا بنحبها طبعا. بابا وماما اكيد كنتوا بتلعبوا اللعبه دي وانتوا صغيرين صح؟ انت ما شفتهمش اه ايه؟ لا والله ولا اعرف. انت عارفها بس انت ما شو... انت شفت بابا وهو بيلعب؟ ما انا عارفها والله بقى. عارفها بس انت شفته وهو بيلعب؟ لا لا اكيد لا. ما انا عرفتها بس من على الكرتون عشان كده بلعبها. اه ماشي طيب، ورينا بقى شطارتك فيها بقى يا استاذ. اهم حاجه بقى ما نحطش ايدينا على الكراسي، ما نجيش جنب كل كرسي. انا كنت بعمل الحركات دي وانا صغيره فما نعملهاش. اوكي يلا هنسمع مزيكا ونبتدي على طول. مزيكا. لا سيبه سيبه يا احمد، امشي قدامه امشي قدامه. كمل كمل يا الكوش دوا بيوسف، سيبوه يلا. اسرع اسرع يا ماما اسرع اسرع. الله مين بقى؟ تعالى يوسف، كنت حاسه يا جماعه بقى كنت حاسه. مش انت عارف عارف على هات كرسي وتعالى جنبي. يلا معلش معلش تعالى اتفرج بقى على بابا وماما وهما بيلعبوها. يلا يلا مزيكا يلا يلا. اي لا 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 هتطلعي بره لو عملتي كده تاني. معلش معلش ركز. طب اذا شهلي انت شهلي. ايوه كده اسرعي. اه 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 حدش يمسك كرسي. يلا هدوخك. لسه لسه ها في كرسي هنا في كرسي هنا. يا عزوج يا فرهطت ولا دي صبحيه؟ ماشي اوكي هاتي الكرسي. قال لي فرهطت بصراحه. ما اتفضل حضرتك تعالى اقعد هنا. اه انا قلت مضحي بس طلعت مفرد. يلا يلا يلا. ايه ده فعلا ايه ده؟ يلا يلا يلا. ما حدش يقف غير لما المزيكا تقف. مين هيقع يا ترى؟ مين؟ طب ما يلا يا بابا هات كرسي وتعالى. يلا انت برضه فرهطت شكلك. يلا يا بابا يلا يا بابا يلا يلا. الامهات مكمله وصامده شاطرين والله. يلا اي اي ها امشي يا رهب امشي يا ماما. بيقول انا مراتي هتطلع دلوقتي. اه ما طلعتش. تعالي يا رغد تعالي هاتي كرسي وتعالي. انا مراتي هتطلع دلوقتي. قاعد على البحر بيقول لك انا مراتي هتطلع دلوقتي. يلا ما طلعتش. يلا اي اي يلا. دايما لا المشاكل دي نحلها بعد الرحله. يلا يا ماما يلا اي الله في كرسي. ماشي يلا الحمد لله اثرت عليها اثرت عليها. كان عندها ثقه اكتر من كده. يلا حط الكرسيين في بعض. يلا ماما هايله. فين ما فين شايف مراتك؟ شايف اه كملها برافو. لا نمشي بقى يلا اسرع اسرع انا هدوخك. يلا ايه يا ايه ما انا ايه بنت. يلا 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 كملي كملي عادي عادي. لا 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 بلاش الحركات دي. تعالي
تعالي يا لاريا، تعالي يا لاريا، تعالي يا لاريا. ايوه يلا انت، يلا انت ولا ادهم هنشوف. هاتي كرسي. ثانيه واحده. ايوه ايوه هنشوف مين اللي هيكسب فيكم. ماشي الحمد لله الفريق الاحمر فاز اخيرا. عارفه ان انت عايزه تقولي كده، اخيرا الفريق الاحمر فاز. بس هنشوف ادهم ولا ماما. يلا ها. براحتك ما تسبقنيش. ورايا داخل ماما، داخل. قعدوا في نفس الوقت طبعا. يلا تاني تاني تاني. لا قعدوا في نفس الوقت. يلا تاني تاني. يلا يلا هدوخك. يلا ها ها. ليه دخلت دي اختي ولا ايه؟ بس خلاص كنت حاسه هي داخت، وانا عارفه ان ادهم هو اللي هيكسب. تعالى هنا يا ادهم. وها قد كسب ادهم. عايزه اقول لكم على حاجه، ادهم اللي بيكسبكم الاول اصلا. فالحمد لله الفريق الاحمر كسب، ادهم كسب في لعبه بابا وماما والحمد لله. تعالوا نروح نشوف اللعبه الثانيه اللي عندنا بعدها. برافو. جينا بقى لتحدي الكور والاجوال. كل زوجه عارفه هتعمل ايه، ونبقى جاهزين كده اهو. طبعا اتفضلوا اتفضلوا اقعدوا قعده الاسره. يلا ايوه سلام. كل واحد حاطط ايده اوريدي يعني جاهز. يلا بينا نركز. ها الزوجات نركز. لا طبعا مش وقت واحد. مع ايدي نركز، مع العد نركز، انتوا الحبايبي نركز في الكور، هنجيبها بسرعه. يلا ريدي ستادي جو. واحد. الله يا ابني الله. واحد يا بنتي. ماشي الحمد لله. إيلاريا ويوسف ما تجروش من النص خالص. اوكي انت لعبتي اتنين؟ اه انت مكمله. ماشي يلا اتنين. حلو قوي. من ورا بقى يا يوسف. ثلاثة. الله الله هاتي الكرة بسرعة. يلا ثلاثة. ماشي هاتي الكرة بسرعة. ماشي يلا أربعة. إيه ده؟ ينفع كده يا جو؟ بذمتك ينفع يا يوسف؟ بذمتك ينفع تعدي من هنا؟ مش قلنا ما حدش يعدي من جوه؟ ما تعديش من جوه يا يوسف. يلا أربعة. حلو قوي. خمسة. أيوة أيوة أنا عايزة الحماس ده. خمسة. الله يا أستاذ أمان. حلو قوي. يلا بسرعة. ستة. الله الله. ستة. حلو حلو قوي ده. سبعة. ثانية واحدة. أنا شفتك يا أستاذ أحمد. والله شفتك. والله ما عدت. شفتك. شفتك. أنا صدتها. ما صدتها بإيديك. طلعتها بره بعد ما دخلت جوه. 1-0 لصالح الفريق الأصفر. سبعة. اتنين صفر لصالح الفريق الاصفر. شفت جاتلك جاتلك صريحه اهي. سبعه. معلش فرحه الجول. يلا ثمانيه. ماشي قدام. ماشي فاضل ثمانيه عند الفريق الاحمر. يلا بسرعه يا يوسف، انا هبهدلك النهارده. يلا ثمانيه يا ماما. دوس اضرب. برافو. تسعه. ايه حلو. ها تسعه. برافو. ها 10. يا سلام يا سلام. ايوه كده ايوه كده صحصحتي كده. اخر كوره واخر فرصه. احنا 10. الله 2-0 لصالح الفريق الاصفر، والفريق الاصفر متقدم لسه. حاجه جميله جميله جميله. يلا نروح نكمل بقى العابنا وتحدياتنا. وها
فقد جاء تحدي الجينجا وهنشوف مين من الأسرتين اللي هيوقع البرج النهاردة. حد عايز يعترف على نفسه؟ مش عايز؟ ماشي أوكي. يلا يا فندم أستاذ عماد ابتدي. أول واحدة أسهل واحدة، ما تقلقش. شلان ما أنا عارف. أنا عارفة بس بحاول أقنع نفسي إنك قلقان، بس هي الثقة الزايدة عامة بتنتهي نهاية وحشة قوي في اللعبة دي. مش مشكلة، الملعب اللعبة مكسب وخسارة أصلا. حبيبنا طيب يا أستاذ أمين، مبسوط إنك جاي معانا طيب؟ هو مبسوط ولا أنت جاي بمزاجك؟ شور بجد؟ طب يلا 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 يا بابا. يلا يا بابا بيقول لك بابا. بالراحة يا بابا. بابا إيه ده يا بابا؟ بتعمل إيه يا بابا؟ قال لي أنت بتعمل إيه يعني؟ يا سلام، بوظ في البنية التحتية، بوظ. يلا يا ماما. يلا يا ماما. أنا هعمل كده بس عشان أنتوا إيه أشرار قوي. يلا يا ماما. يلا يا ماما. يلا يا ماما. سهلة قوي يا ماما، في واحدة طالعة لوحدها. دي اللي أخدها يعني؟ ما هي يعني أنا بقى أغششك. ماما تغششها إزاي بقى؟ تغششينا إحنا كمان. أغششك، ما تقلقيش. يلا يا ماما. كل إنسابة إيه، برافو عليك. برافو. في واحدة تانية طالعة لوحدها برضه. أختها. الموضوع صعب قوي. اهي هي دي يا حبيبي. لا لا اغششك اكتر من كده. ماشي خلاص، هي مش عايزه اختها. اوكي لا لا العكس. اي يلا يا رغد، انت بتعرفي تلعبيها بقى اصلا؟ اه رغد بتعرف تلعب. خلي بالك بس وانت داخله وانت خارجه. الله، البنت عارفه هي بتعمل ايه. شطوره رغد. برافو يا رغد. برافو جدا. يلا يا ادهوم. ادهوم. نفسي حد ياخد اللي طالعه لوحدها. محدش هياخدها. تحتي انا مش انا اصلا اعمل ايه تاني اكتر من كده؟ تحتي قبل. هات من تحتي. ايوه طيب. ايوه. ماشي. اوكي. يلا يا إيلاريا. صعبت عليك يا لولا؟ هل إيلاريا هتبل ريقي وتاخد اللي انا نفسي؟ شغلي دماغك انت يا لولا. ايوه برافو. براحة شاطرة يا لولو. شطورة. برافو والله. برافو. يوسف براحة. يوسف براحة. يوسف براحة. ايد واحدة بس. يوسف بص. يوسف 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 يوسف. ايد واحدة. ايد واحدة بس. هو بيستخدم ايد واحدة. يوسف ماشي. والله برافو. شاطر. شكرا يوسف. انا هذا شكرا يلا استاذ عماد. انا تاني؟ اه والله. فاكر الثقه بقى اللي كنت داخل بيها؟ لا مفيش ثقه المره دي بقى. نفسي تاخده اللي طالعه لوحدها. هي فين لوحدها دي؟ اهي باينه اللي فوقيها. اللي فوقيها على طول. ماشي. اه بالظبط. انت بتوشوشيه كتير قوي. انا عايزه اقول لك ان وشوشتك اللي انت بتوشوشيها له دي كلنا سامعينها. طيب لا تعالى احطها مكانها صح. يلا اديتك النصايح كلها؟ لا انا بقول البيت هيقع. ماشي. ما هو اللي هيوقعه. شايف اللي طالعه لوحدها دي ولا مش شايف؟ محدش شايف. بتعمل ايه يا احمد؟ محدش شايف. يعني بتعمل ايه؟ كنت بتعمل ايه؟ كنت بتوقع البرج؟ انت عايز توقع البرج؟ يوقع يوقع. ليه الثقة زيرو؟ يا جماعة انتوا بالظبط. الله يلا يا رغو. لا ماما يلا. استنى عشان البتاع بيتهز خليه بس يبقى طارم طارم. انا عايزة بقى ايه ضبط النفس اللي بيحصل في كلاس. تم 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 يا اولاد. الله. لا ما مدرسة. برافو. مدرسة. يلا يلا يا ماما. ماما هتعمل ايه يوسف؟ هتوقع البرج. انا هحاول. انتوا الاثنين واثقين في بعض الثقه. بسم الله ما شاء الله. أنا عندي ازواج جمال والله. يا رب واثقين ثقه رهيبه. طب شايفه يا ست الكل؟ ايوه يا صعب كده. ده انا صوتي اتنبح. ما لازم نقع في اخر. ما هو اه ما احنا يلا يا رغوده. انا مش قلقانه من رغد قوي. مش عارفه حاسه انها برو شويه. هي بروفا.
شطوره شاطره قوي يا رغد. برافو. يلا يا ادهوم، الموضوع بيزداد سوءا وصعوبه. برافو والله يا ادهوم. ليه يا جماعه؟ ايه الاسره اللي واثقه في بعضها دي؟ ليه كده؟ يلا يا إيلاريا، الموضوع بقى صعب قوي. كم الفوز؟ شطوره. على مالك. بالراحه زلزال. زلزال. طب ما هي هنا يعني. ما حاولي تعالي. بالراحه ادي بدات. استني عشان ما ابقاش انا لو وقعتها. انا هساعدك في ان انا احط لك دي صح. بس شكرا إيلاريا. يوسف 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 هو جاي مكرر. يوسف يوسف زلزال زلزال. تعالى من هنا هنا. تعالى يوسف. بص دي يا يوسف. ايه رايك؟ خد اللي على الجنب دي بالروح. بالروح اسمه يوسف. بالروح. ايه ده؟ شفت محظوظ يا ابني. مامتك دعيالك قال ايه ده؟ طلعت في ايديه فجأة. يوسف. بس بص بقى العكس يوسف. العكس جو. العكس يعني عكس عكس كده؟ ايوه كده. برافو يا يوسف. يلا تعالى. شكرا يوسف. برافو. ما انا بس عايزه اعرف. انا قلت الاول مكسب. ما انا بس عايزه اعرف هم جابرينك. طب يلا. لا 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 لا. سقفولي. انا كنت حاسه مش انا ابتديت يعني. وقلت لك الثقه دي اخرتها وحشه في اللعبه دي. بقيت خبره خلاص. بقيت عارفه مين هيوقعها والله بالاداء بكده بالدخله كده. يبقى الفريق الاصفر يعني وخاصه الاستاذ عماد هو اللي وقع البرج. تعالوا نكمل العابنا ونشوف عندنا تحديات ايه. تحدي الايدين والرجلين. هنشوف مين هيعدي ومين مش هيعدي. جاهزين؟ جاهزين. تعالوا نبتدي على طول بالفريق اللي على يميني. يلا استاذ يوسف على طول هبتدي بيك. عارف هتعمل ايه؟ ايوه كده. لا وايد واحده. ايد واحده. ايد واحده وبفركز. ارجع ارجع. ايد واحده وركز في الايد اليمين والايد الشمال. دي شمال. اوكي يلا يلا فرصه كمان. يلا جو. لا الشمال. ايدك الشمال. بص الايد الشمال والايد اليمين. بتعرف اليمين والشمال. ايه بقى اللي مرسوم على الارض؟ دي الايد اليمين. دي اليمين الشمال. الشمال. دي الشمال. انا هديك فرصه ثالثه واخيره. يلا جو. ماشي يلا اللي بعده. ايوه كده. برافو. ها ايوه برافو. ايوه برافو. يلا ها. لا هتنط. لا رجلك اليمين على على رجلك الشمال. ارجع يا يوسف. خش يا ادهم. ماشي بيقول لي ماشي. يلا ادهم. برافو يا دودو والنبي شاطر. ادهم اللي مكسبكم لحد دلوقتي في كل ارجع يا ادهم. الرجل قصدي يعني ادهم. يلا يا بابا. يلا يا بابا. الامل الوحيد فيك يا بابا. يلا لا في نفس الوقت يا بابا. يلا في نفس الوقت. ايه يا بابا ده؟ ايدك اليمين على اليمين. اليمين يا بابا. في واحده جنبك. بس شيل ايدك بقى دي وحطها مع رجليك. شيل ايدك الشمال. بابا حط ايدك اليمين في نفس الوقت الصف اللي انت. بس لا شيل ايدك بقى دي. شيلها بقى. لا ايوه كده. يلا اللي بعده. ماشي. ايه يا بابا؟ اطلع يا بابا. اطلع بره يا بابا. اطلع بره يا بابا. خلاص بقى يا بابا. انا اعمل ايه بقى تاني كده؟ يلا يلا يا رغوده. املي فيكي كبير يا رغد. اليمين مع اليمين. انا متاكده انها تبهرني. يلا يا رغد. برافو يا رغد قوي. شاطره جدا. يلا يا رغد. هنفكر. برافو جدا. شاطره جدا. برافو يا رغد. ها ركزي. ماشي ماشي ماشي. برافو يا رغد. يلا برافو. اكسلنت طبعا. يلا يا سلام يا لولو. ايوه يا لولو. ورينا الشقاوه يا لولو. شطرت البنات. يلا حلاوه البنات. مع ايه؟ شيلي ايديكي.
برافو. يلا. لا مش برافو. اخر رجل كانت غلط. مش مهم مرات. يلا يا بابا مهم. مش مهم تكسب. المهم انها. يلا يا بابا. يلا يا بابا. يلا يا بابا. يلا ورينا انت يا بابا هتعمل ايه. لا اي برافو يا عمده. والله برافو يا عمده. مش برافو خالص من البدايه. شاطر قوي عمده ومستسلم قوي عمده. يلا بينا برضو هم اللي كسبانين بصراحه. يلا بينا نخش نشوف ايه التحديات التانيه اللي عندنا. تحدي فرقعت البلالين، يا ترى الاستاذ يوسف ولا الاستاذه إيلاريا اللي هيفرقعوا البلالين كلها؟ مين اللي هيوصل للبالونه السوداء اللي عندنا؟ مش عارفين، اكيد مش عارفين نتوقع برضو، بس احنا عارفين ان احنا هنشجع، مش كده ولا ايه؟ اكيد. ماشي يلا ريدي ستيدي اند جو. في مكانك يا إيلاريا. الله يا ابني. الله يا ابني. برافو. اللي بعدها. لا لسه الخطوه لسه. لسه لسه في مكانكم لسه. لسه بالراحه بالراحه لسه لسه على البالونه على البالونه على البالونه. انت بتعملي ايه؟ يلا اهي كانت هتيجي اهي. ابعد شويه انت كمل نص. يوسف تاني تاني يا يوسف. يا إيلاريا اعملي مجهود. قرب كمل نص يا إيلاريا. يلا يلا يا يوسف. يلا يا يوسف. يلا قرب. بتكسروا كل توقع. الله يا يوسف. خطوه يا يوسف بس من عندك. لا إيلاريا. ماشي برافو. يلا لسه من عندك. من عندك يا يوسف. من عندك. خطوه واحده إيلاريا. خطوه واحده إيلاريا. خطوه واحده. قرب يا يوسف شويه. إيلاريا لا قرب. لا لا ما تقربش. يلا يا يوسف ما تقربش. ماشي خد من الارض. قربت يا رولا. قربت يا رولا. يلا 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 لا ابعد شويه يا يوسف. يلا 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 الله يا إيلاريا. ركز يوسف اكتر. الله طب هنعمل ايه؟ ركز يا يوسف. ركز بالراحه يا يوسف. نفس الطريقه يا لولا. نفس الطريقه. ها يلا يا يوسف. الله يا ابني. يلا لا لا ماشي. استنى استنى لما ترجع إيلاريا. يلا يلا يا يوسف. يلا ها ها. الله خطوه واحده يا يوسف. من عندك بقى يا يوسف. من عندك بقى. من عندك يا إيلاريا. من عندكم. الله اخيرا تعالى لي يا ابني اخيرا. مش ممكن. فرحة عارمة. النصر أخيرا للفريق الأحمر. يوسف عرف يفرقع كل البلالين أسرع. تعالوا بسرعة نروح نشوف هنعمل إيه في البلاي ستيشن. جينا بقى للبلاي ستيشن. الأستاذ أدم من الفريق الأحمر هيلعب هو والاستاذه رغد من الفريق الاصفر السباق بتاع العربيات. بتلعبوا دايما بلاي ستيشن؟ يعني عارفين هتعملوا ايه. اوكي اهم حاجه نصيحتي ليكوا ان انتوا لما تلاقوا بنزين فولوا خدوه وانتوا في الطريق وبتجروا. اوكي العربيات هنا بتقف من البنزين. ماشي جاهزين تشجعوا؟ وانت اخوك اسمه ايه؟ مارتن. مارتن اللي جه علشان قعد معانا عشان يشجع. جالك مخصوص. جالك انت مخصوص عشان يشجع. تشجع يا لولو. يلا هرب. يلا ايوه يلا. شجع رغد. شجع ادم. وورتو وان اند جو. رغد بالعربيه الصفراء و ادهم بالعربيه الحمراء. وواضح انه متمكن. بس على مين؟ رغد عدته. برافو يا دودو. رغد في 18. ادهم عدى وفول. برافو. بقى في العاشر. واو يا ادهم. واو يا ادهم. ادهم في المركز العاشر. ورغد في 19. حسبي يا رغد. تاسع. واو واو. برافو يا ادهم. ادهم عامل شغل عالي. معلش يا رغد. معلش يا رغد. يلا انكل بيقولك برافو يا رغد. ادهم ادهم. رغد في 19 وادهم في الخامس. اوف معلش يا دودي. بقى في السادس حالا عشان اتقلبت العربيه. حاسب ما تعديوش منك. ايوه كده ما عديته. بقى في السابع هيعديه. بقى في السابع لسقوط. اوت. بقى في التاسع فعلا. رغد بقت في 11.
تقدم عنيف. برافو برافو يا عارة. ايه ده؟ ده ايه البلوت تويست ده؟ لغايه بقت في العشرة. برافو. وادهم مركز في البنزين وفي المركز الرابع. رغد بنت في السابع. برافو يا رغد، قوي قوي قوي، حافظي على هذا المستوى. اللفه الاخيره رغد في السادس وادهم في الثالث. الله يا رغد عليك يا بنتي، الله يا بنتي والله. معلش عادي كملي. بقت في الخامس. الله يا رغد، هتاخد بنزين كمان. الله يا بنتي، الله يا ادهم. ادهم ادهم لاول مره في السباق ده نوصل للمركز الثالث من الثلاثه الاوائل. لاول مره يا ابني بشوف الكاس ده بيطلع لي، والله يا ابني لعبه حلوه. ورغد، رغد كانت في 19 بقت في الخامس، ودي حاجه يعني جريت جوب والله. في الاواخر لحقتي نفسك. لا لعبه حلوه جدا جدا جدا. يلا نروح نكمل لعبنا ونشوف هنعمل ايه تاني. يلا وصلنا لكونكت فور، وهنشوف بقى مين من الامهات ومعاهم ابنائهم. او لا ده انتوا الاثنين مش انت معاكي ادهم وانت معاكي رهف. حلو، انتوا جايين وانتوا من بدري، انتوا اللي بتكسبوهم، فانتوا شايلين اسامي الاسر دي على دماغكم والله، وعمالين تكسبوهم وشاطرين قوي. هنشوف بقى مين فيكم اللي هيكسب طنط وطنط. ها، وهنكون قد ايه اربعه امتى مش عارفين. تعالوا نشوف. جاهزين؟ جاهزين. يلا. احمر ما جاتش. اصفر يلا جت. احمر جت. اصفر يلا يا رهف ما جاتش. احمر اصفر يلا. احمر جرب. اول هما خلاص. انا حلو قوي الكلام ده، حلو جدا. اصفر برافو. حلو اكتر. احمر برافو جدا. الله يا بنتي، كنت لعيب باسكت ولا ايه؟ اصفر الله عليكم والله برافو. يلا احمر ماشي. اصفر ماشي. احمر بدلك انزلي بقى هنا هنا. ايوه نايس. اصفر برافو. احمر احمر يلا جربي. ايوه برافو برافو برافو. فاضل لك واحده. اصفر فاضل لها واحده، حاولي تقفلي عليها. يلا يا ماما. قفلت ما قفلتش. يلا احمر. لا يلا يا ماما ما جاتش ما جاتش. اصفر احمر يا ماما. يلا يا رغد. اصفر يلا رغد. يلا يا رغد. احمر يلا يا ماما. ايه اللي بتعمليه ده يا ماما؟ انت اصلا لعبتي مش في مكانك وهم كسبوا برضو. اخيرا الفريق الاحمر كسب برضو في الكونكت فور، حاجه حلوه جدا جدا جدا. تعالوا نروح نشوف يحيى وكنوز هيقولوا لنا ايه، ونرجع نكمل العابنا وحركاتنا. بيكوا يا صحابي وصحباتي، النهارده يحيى وكنوز وسينو مجهزين لنا حكايه عن تاريخ مصر العظيم. حلقه النهارده بتتكلم عن تاريخ مصر القديم والجديد. مين هنا عارف شكل خارطه مصر؟ انا. تحبوا تاخدوا فكره عنها؟ انا عايزاكم تصحصحوا وتركزوا معايا عشان حلقه النهارده تعجبكم قوي وهتستفادوا منها حاجات كتير. طبعا انا اللي رسمتي احلى. يا سلام، اشمعنى بقى؟ اكيد انا اللي راسم خريطه مصر احلى مني. على فكرة بقى لو بصيت كويس هتلاقي ان رسمتي انا الوانها متناسقة وما فيهاش اي شخبطة. انا فنانة يا ابني، انت ناسي ولا ايه؟ بقولك ايه، انا رسمتي عليها اسامي المحافظات كلها. انت اصلا كاتبة الاقصر مكان اسوان. بقى كده يا يحيى؟ طب لعلمك بقى، اي حد هيشوف الاتنين جنب بعض كده اكيد هيختار رسمتي انا. طب انا عندي فكرة، تعالي معايا. سينو سينو. سيبيني نايم شوية يا ماما بقى. ماما سيبيني نايم. فاكرك مامته يا سينو. اصحى بقى، انت جاي العالم بتاعنا تنام ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ حملة عسكرية جديدة على كيمت؟ يا سينو قلنا لك 100 مرة احنا دلوقتي مش في كيمت، احنا في مصر. صحيح نفس الأرض لكن كل حاجة اختلفت. أيوة أيوة افتكرت. قولولي بقى، انتوا مصحييني من أحلاها نومة ليه؟ وها؟ وعشان ايه؟ ها ها
ردوا ردوا بسرعة ردوا بسرعة. بص يا سينو، احنا عاوزينك تشهد بينا. اشهد بايه؟ قول الحق يا سينو، لوحتي انا الفنانة كنوز. ها الفنانة كنوز احلى ولا اللوحة دي اللي رسمها يحيى؟ انا شايف ان الاتنين حلوين. ايه انت بتقول يا سينو؟ ركز واختار. ايوه لوحة كنوز بصراحة الوانها جميلة ومبهجة، بس ايه برضو لوحة يحيى؟ مالها بقى لوحة يحيى يا سينو؟ لا مالهاش، هي لوحتك جميلة قوي يا كنوز، بس قوليلي بقى هو ايه اللي مرسوم في اللوحة دي؟ دي خريطة مصر الحديثة يا سينو. شكلها حلوة قوي يا ولاد، بس قولولي كده ايه الخطوط دي وايه الكلمات المكتوبة دي؟ دي اسامي المحافظات يا سينو وحدودها. مصر دلوقتي 27 محافظة متقسمين على 7 أقاليم. المحافظات دي زي القاهرة واسكندرية والبحيرة وأسيوط والمنيا والأقصر وأسوان يا سينو. طب وإيه الفرق بين المحافظة والإقليم؟ المحافظة بتضم مجموعة من المدن مع بعض، لكن الإقليم بيضم عدد من المحافظات القريبة من بعض. انتوا بجد شاطرين قوي يا ولاد، أنا كنت فاكركم بتحبوا التاريخ وبس، طلعتوا عارفين حاجات كتير. كل المعلومات دي يا سينو عرفناها من منهج الجغرافيا اللي عندنا السنة دي، بنتعلم فيها ونعرف كل شبر في مصر والعالم. جات لي فكرة، انتوا دلوقتي وريتوني خريطة مصر الحديثة وقلتولي معلومات عن أرضنا في عصركم، أنا بقى هديكم فكرة عن خريطة مصر القديمة، تقدروا تقولوا يعني درس جغرافيا كده في كيمت. يا سينو يا جامد، موافقين. كيمت من أقدم البلاد اللي اهتمت برسم حدودها وتخطيط مدنها بالشكل دقيق. تطور علم الجغرافيا في عهد ملوك مصر ارتبط ببناء المعابد والأهرامات وكل شيء في حياة المصريين. وقتها كانت أراضي كيمت متقسمة لأربع أجزاء، مصر العليا ومصر السفلى والأرض الحمراء والأرض السوداء. يعني إيه العليا والسفلى؟ دي سهلة يا كنوز، يعني الأرض الحمراء والأرض السمراء. المصريين القدماء قسموا مصر حسب مجرى النيل وإزاي مياه النهر بتتحرك وتنزل لحد فين. عشان كده مصر العليا هي أول مكان بيتدفق منه مياه النهر، أرض الحمراء هي الصحراء الغربية والواحات، أما باقي الأرض السمراء فهي إشارة للأراضي الطينية الخصبة اللي مياه النيل روتها وخلتها صالحة للزراعة. يا سلام، مياه النيل اللي مليانة سمك لذيذ. طيب آخر سؤال. لا خليك انت هنا وهنروح نقول لماما تعمل لنا سمك لذيذ ناكله انا وسين. يلا بينا يا يحيى. أكيد استفدتوا من الحكاية زي ما أنا استفدت بالظبط. لازم نعرف يا أصحابي إن كيمت كانت الدولة الوحيدة اللي تقريباً حدودها ثابتة، يعني في الحدود الغربية دولة ليبيا وفي الحدود الشرقية سيناء وبعدها هنشوف فلسطين، وفي الجنوب دولة السودان. طب يا سيناء فيها أثار؟ طبعاً، زي طريق حرس الحربي ونقش الملك مينا وهو بيضرب أعدائه واللي استخرجوا منها المعادن. وبكده خلصت حكايتنا، استنونا في حكاية جديدة ورحلة سعيدة.
وصلنا بقى للمطبخ واحنا بقى عايزين نتدفى وعايزين ناكل ونشرب حاجات حلوه وجميله، فهنتعلم نعمل عصير حلو وكمان هنعمل شوربه خضار لذيذه جدا جدا جدا. مين بيساعد مامته في المطبخ؟ انا. انت بتعملي ايه يا رغم؟ بعمل رز، بعمل بيض، بعمل يا ولد، بعمل مكرونه. نايس. بعض الاوقات بعمل بعض الاوقات اوكي. بعمل سمودي. سموذيز. نايس. وانت بتعمل ايه؟ لا انا ما بعملش، انا باكل. طب بتغسل المواعين؟ ساعي. طب بتشيل السفره مع ماما؟ ماشي. طيب احنا النهارده هنعمل عصير من العصائر اللذيذه جدا، مش سموذي، عصير عادي، عصير ايه ده؟ مين يعرف ايه ده؟ افوكادو. افوكادو. مين عارف بقى فوائد الافوكادو؟ قولوا لي. بيقوي القلب. في فيتامين سي بيقوي القلب، وفي حديد، وايه كمان؟ مفيد قوي قوي. في مغنيسيوم. ايوه. وايه كمان؟ حد عارف؟ انا سايباكوا تعرفوا. في بوتاسيوم. بصوا هو في حاجات كتير قوي، افوكادو ده يتحط على السلطه، يتشرب عصير، فايدته خطيره، فانا هسيبكوا تحطوا لي الافوكادو في الخلاط عشان لازم اجهز برضو حاجه هنستخدمها للشوربه بعدين، ممكن تعملوا كده؟ انا هجهز المرقه بتاعتي عشان احنا عايزين نعمل شوربه خضار، فانا عندي مرقه لحمه جاهزه عايزه اسخنها عشان تبقى جاهزه لما نيجي نعمل الشوربه. بس كده. ايوه. بس. نسيبها تسخن عشان نعرف نستخدمها في الشوربه بتاعتنا. طيب خلصنا ده، تعالوا بقى نرجع تاني للعصير. انا كنت بعمل حاجه عشان نعملها في الاكل. عملتوا ايه يا شباب؟ افوكادو. افوكادو. وايه كمان هنحط؟ ايه كمان؟ لا ده ايه؟ برافو. باودر ميلك. صح، باودر ميلك، لبن بودره. برافو جدا. نحط ايه؟ معلقتين ثلاثه مثلا. اتفضلي. يلا. واحد، اثنين، واحد، ممكن واحدة كمان. طبعا لبن عادي ممكن، ولو ما عندكوش لبن عادي لبن باودر هيبقى جميل في العصير ده. سكر. يلا حط سكر. كم مكعب سكر كده؟ خلي بالك الافوكادو مش مسكر قوي، فنزل شوية سكر. اي سوري، ممكن تنضف اللي انا عملته ده، انا اسفة. في الباسكت جنبك. حلو قوي كده. حلوه قوي كده. ماشي. الله. هنا هات المناديل. يلا يلا بسرعه بسرعه. ما بتساعدش ماما في طبخ، تتعود بقى تبقى ورا ماما كده تنظف بقى ايه لما يحصل حوادث زي دي. بسرعه بسرعه بسرعه. طيب فاضل ايه؟ نحط ميه. ميه طبعا عشان اللبن. ايوه كده. يا سلام على الشطاره، شطاره الولاد والبنات الامارات اللي معانا. بس كده حطينا ميه. فاضل نعمل ايه؟ نخلط. نخلطه، نعمل بلاند اهو كده اهو وكده اهو. شكرا يا استاذ. مين هيفتح الخلاط؟ يلا رغد. ايوه. حماس قوي صح؟ مين عايز يدوق؟ وانا كمان. يلا اقفله بقى. حلو قوي الكلام ده. بقى عصير عصير. هندوق ولا هنعمل ايه؟ قولوا لي هندوق ولا هنعمل ايه؟ هندوق. هندوق وندوق كمان الناس. عمايل ايدينا الحلو. مين هيجرب يعمله في البيت؟ سهل قوي صح؟ اه. مين هيجرب يعمله في البيت؟ انا. انا مش عايزه اقول لكم، هو العصير ده فيه كميه طاقه، يعني مع الفيتامينز اللي فيها كمان بيدي طاقه رهيبه، ممكن نشربه قبل المدرسه قبل اي تمرين. مفيد قوي 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 ان هو يبقى موجود في فطارنا في عشانا في غدانا. ايه رايكم تدوقوا يا حلوين؟ دوقوا كده. حلو قوي. ها هتعملوه؟ هتعملوه في البيت؟ طب حلو قوي 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 كده. اتعلمنا ازاي نعمل عصير افوكادو باللبن. يلا بينا نخش على اللي بعده ونشوف هنعمل شوربه خضار ازاي. روحوا دوقوا بقى لطنط وانكل، وتعالوا لي يا يوسف ويا ليلي. هنعمل ايه النهارده يا ولاد؟ هنعمل ايه؟ شوربه خضار. شوربه خضار، انت سمعت وعرفت. طيب شوربه الخضار بتاعتنا هنعمل ايه بقى؟ الخضار اللي احنا مجهزينه ايه ده؟ ده شكله خضار. لا دي ايه؟ دي شوربه خضار؟ لا دي ايه؟ انت قولي دي ايه اللي دي؟ مش عارفين. معقوله دي ايه؟ فاصوليا. فاصوليا. ايوه. ودي ايه؟ جزر. جزر. وده ايه؟ طماطم. شاري توميتو. وده ايه؟ كوسه. 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 وده ايه؟ كوسه برضه. بطاطس. لا بطاطس متقطعه.
طبعا عندنا بسلة، عندنا بصل، عندنا اي نوع من انواع الخضار نقدر طبعا طبعا نضيفه لشوربة الخضار. طيب هنعمل شوربة الخضار بتاعتنا ازاي؟ انا محضرة مرقة حطاها من بدري، او محضرة بمعنى اصح شوربة لحم. ماما بقى لو عملت لحمة في يوم تقول لها سيب لنا شوية شوربة عشان نعملها تاني يوم اعمل لكم شوربة خضار حلو. تمام. وتقوموا مجهزين الخضار ده واي خضار عندكم زياده بتحبوه طبعا. تمام. وبعدين هنعمل ايه؟ احنا الشوربه بتاعتنا اوريدي ابتدت تغلي اهو. ريحتها حلوه. حاجه حلوه، ريحتها حلوه قوي صح؟ اه. طيب يلا مين هيحط الفاصوليا؟ انا. استنى واحد واحد حط. يلا يا يوسف. ها اضرب ما تقلقش. يلا مين هيحط الكوسه؟ انت. حطي الكوسه. حطي الكوسه. بعدين بقى انا هحط الجزر بقى. حط البطاطس. بطاطس. انا هحط البطاطس. حط الجزر. يا سلام. حطوا كل الحاجات اللي قدامكم. ماشي. ايه كمان؟ بطاطس. طماطم. ماشي. طبعا. حط ده. طماطم. ده ايه ده بقى؟ ده كرفس؟ لا عندي كده زي ال... لا ايوه. ايوه ده كرفس. طماطم ده. اوكي. ده استنى بقى استنى نقلب تقليبه الاول قبل ما نحط ايه المرقه بتاعتنا. ثانيه واحده. ايوه إيه؟ انا هقول لكم حاجه حلوه قوي. كل واحد يقلب واحده. انا هقلب اهو. الشوربه بقى يا جماعه مفيده جدا وبالذات طبعا هو في اي وقت في الشتاء بتدفي ده اولا. ثانيا فيها الياف والالياف بتحافظ على الامعاء بتقلل نسبه الكوليسترول في الدم والسكريات كمان في الدم بتحافظ بقى على الوزن وبالذات شوربة الخضار بتحافظ على الوزن جدا اللي بيحب يعني يبقى بيحب ياكل اكل صحي يبقى هيلثي يبقى بيعمل دايت. دي بقى ما اقولكوش. شمين ريحه الكرفس يا اولاد. اه كرفس على الشوربه بيعمل شغل عالي جدا. طيب هننزل بالمرقتين بتوعنا او مرقه واحده كفايه عشان هي اوريدي في لحمه. شويه ملح بقى طالما حطينا مرقه ملح خفاف قوي 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 كده وفلفل. يلا والله ما هكسفك. حط الفلفل اللي معاك وبس ونقلبها ونسيبها ونسيبها بقى واول ما تغلي نقوم موطين النار عليها وقفلينها. طبعا هي اوريدي كانت بتغلي فاحنا هنوطي النار عليها بس عشان ما نستناهاش. انا عامله لكم شوربه يامي اتعملت بنفس الطريقه بالظبط عشان ندوقها. ايه رايكم تشيلوا الحاجات اللي احنا مش محتاجينها؟ طيب نقفل بس البوتاجاز هنا اهو. ايوه نجيب بقى الاطباق بتاعتنا الحلوه عشان تدوقوا بقى طعامة الشوربة. معالق كل واحد معاه معلقته ولا ايه؟ لا معيش معلقة. يلا معلقة. عرفتوا عملناها ازاي صح؟ سهلة قوي ولا سهلة نص نص؟ سهلة قوي. طيب خدي انت الاخضر وانا الاصفر عشان ايوه ماشي عشان انت كنت في الفريق الاصفر. يلا يا ستي. كنت انا لما زلت في الفريق. ما زلتي صح. شكل معلقة حلوة. بس الرحلة بتخلص بقى. شمين يا ولاد؟ لازم اشمش حاجة. في الشتاء بقى ايه؟ دفي قوي. ايوه. حلوة قوي كده. يلا يلا. الله الريحة دي. الله ريحتها حلوة. ريحتها حلوة قوي. الكرفس يا ولاد والخضار كل ما نزود خضار ريحتها عامل زي الملح شوية. ملح شوية؟ لا ريحتها حلوة. اندومي. ايوه يلا بينا ندوق الشوربة. بسم الله. وقولوا لي رأيكم ايه يا ولاد؟ هي اكيد سخنه. هي سخنه طبعا ما انا قاعده بغليها لكم انا هدوق معاكم. يا لهوي طماطم جميل. الله 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 طعمها ايه يا ولاد؟ جميل موت. جميل موت صح؟ هتعملها في البيت؟ ماشي. ماشي؟ عرفت هتعمل ايه؟ لما ماما تبقى عامله لحمه قول لها سيبي لي شويه شوربه يا ماما. اوكي؟ هتعمليها في البيت؟ حلوه قوي 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 بتدفي ديليشس لذيذه مفيده وتعلمنا ازاي نعملها بسهوله رهيبه. وبكده يبقى وصلنا لغايه نهايه رحلتنا. مبسوطين يا ولاد؟ قوي قوي يعني. أوي. طب الحمد لله. هنروح بقى نغني اغنيه حلوه كده وننهي الرحله بتاعتنا بس اقول لهم دلوقتي ايه. باي.